أزل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزوران نتمازيغ. في الحلقة هذه وتتبيعا للحلقات اللي تقدمت بها من قبل والمقارنات البسيطة اللي درتها بين التنوعات الأمازيغية في ليبيا، أحببت أن نضيف مدينة جديدة لهذه التنوعات. تكلمت على غات، تكلمت على غدامس، تكلمت على أوجيلا. الآن بنتكلم على غات ومقارنة بينها وبين جبل نفوسا. غات، لغير الليبيين اللي ما يعرفوش وين تجي غات في ليبيا، غات تبعد يعني قاعدة في أقصى الجنوب الليبي في الحدود الليبية الجزائرية، يقابلها في الطرف الآخر في إقليم أزجر، يقابلها في الطرف الآخر مدينة جانت. مدينة جانت هذه اللي تقع على السفوح، المنطقة المعروفة وانا في جبال أكاكوس وغيرها والرسوم التاريخية المعروفة إلى آخره. غات يقابلها كذلك في أقصى الجنوب، أو مش يقابلها لكن قريب منها، حدود النيجر. وفي النيجر في عندها علاقات أواصر تاريخية بينها وبين إقليم جادو. نعم، جادو النيجر وليست جادو جبل نفوسا، والتي تنطق بجيم معطر. على أي حال، تبعد غات عن جبل نفوسا مسافة 1200 كيلومتر في الطرق العصرية متاع اليوم. طبعا تاريخيا الطرق التقليدية أقل ومختصرة أكثر، لأن الطرق العصرية تلتف لفان حتى تصل إلى غات. على أي حال، غات موضوع الحديث متاعنا اليوم تنتمي للمجموعة اللغوية لأمازيغ الجنوب اللي هي التماجق كما ينطقها الأهلي، ونفوسة تنتمي لأمازيغ الشمال زي ما هو معروف. بدون شك أن نمط العيش الجبلي ومنط العيش الصحراوي عندهم، العزلة التاريخية وغيرها، أثرت في التنوع اللغوي، وطبعا نسمعوا لهذا التأثر فيما بعد بالأخص في الحلقات الجاية. بدون شك أن تنوع غات يعتبر مستقر مقارنة بباقي إيموهاغ اللي هم الرحل أو شبه الرحل، ولكن يعتبر بدون شك تنوع يعبر عن أمازيغ الجنوب، على الأقل في أمازيغ جنوب ليبيا. شخصيا تسجلت وتواصلت مع الكثير من شباب غات، وهم بالمناسبة لهم وعي هوياتي كبير، اهتمامات لغوية مهمة قد يجهلها الكثير منا. طبعا هموم الحياة مختلفة، فلا تجد نفس الحماسة اللي تجدها عند مثلا النفوسة عند السكان والأهالي بحكم قربهم للهموم الهوية وإلى آخره، موضوع يثار غالبا لما يكون في احتكاك بالآخر والقرب من العواصم إلى آخره. أهالي غات لازم نقول يعني حقيقة غمروني بكرمهم وبحسن خلقهم، العشرة متاعهم، التسامح والفطرة اللي عندهم قلما تجدها هذه الأيام للأسف شديد، ولكن ما زلنا نلمسها عند أهالينا في الجنوب الليبي. طيب، على حال، الغرض مش التفصيل اللغوي هنا في الحلقة هذه، هو فقط تعطاء لمحة عن أمازيغ غات وأهمية هذه التنوعات اللغوية في إثراء وتقوية اللغة الأمازيغية المشتركة اللي هي نتكلم عليها في التعليم والآخره. حقيقة غات تعتبر من القلاع الصامدة في أقصى الجنوب الليبي، وتعبر على ما كانت عليه المنطقة في الزمن الغابر من استعمال واسع للغة الأمازيغية. غات يعني صحيح هي في أقصى الجنوب الليبي، ولكن باقي فيها أمازيغ أير وغيرهم في أقصى الجنوب اللي هم في النيجر، يصلوا حتى بوركينا فاسو. عليكم علي حال، خلوني أخش في الموضوع بلا مقدمات. المعجم المشترك بين غات ونفوسة، يعني بنبدأ بغات ونفوسة، ما نبيش نتكلم عن باقي التنوعات، وإلا باقي التنوعات تشترك في كل شيء تقريبا مع غات ومع غات، ولكن هنا غير نتكلم عن النفوسة لأني دائما نقارن ما بين نفوسة وباقي التنوعات. خلينا نبدو مثلا عندما نتكلم نبدو بجسم الإنسان. إيمي، أودم، أضاد، أفوس، إغس، إيلس، إيلم، أقلم جلد، إيسين، تادون، إدمارن، أوسا. هذه ملاحظة بس بسيطة، أوسا اللي هي تسع، والسبب أنهم هم حقيقة يذكرون أشياء كثيرة نحن نؤنثها. يعني مثلا أزر، لو تسمعها أول مرة ما تعرفش على شين يتكلم. أزر هي تزرت، غير مذكرة. أنارن، إنارن، عودة للجسم، سامحوني. مثلا أدن، أدنن، نفس الشيء، الماي. أفود، إفادن، تمرت، تنزرت، اللي تنزرت، طمطلي،
هي مختصرة لتمطط سمحوني مدامي شاكت أمن أسروا إسراء تصفرت المكنسة أجا الدلو اللي هو أوغا جاء عنها تزديت أنو الجبن تكمرت مثلا أكل إشال ميدن تجرست تنست اللي هو القفل مش المفتاح أجضب تدبير إغيد إيزي توك البوم أجرو أجرو بهت شغاردمت اللي هي تغاردمت هذه حتى هي بنجوع لها في الاختلافات النحوية والأخيرية حنجوع لها بعدين شوية. احنا ذكرنا طبعا أسماء خلينا نجيب بعض الأفعال أسد أكمز يحك مثلا إمبل إمبر شتش ستش يعني زنز أمرواس الدين لاز فاد أجوجي اللي هو أجوجي إكف إفك يعني أزن تزند إلى آخره أرسلتها ينسى نما أو بات عفوا ملول قزول أجكتبز هادو مقر سديد أزدد يغرس يسن يعني صميد ها يكون البرد عندهم في الليل دائما غادي يزجر يزجر أزجرار إرناء يتزل يساول كرف مثلا اللباس لاسا إلس إلسا اللي هو لبسة أطس طسا يوات ضربة أجم قوم يعني تقوم بيمتا أز يعني أغرس أز سستن سوسم أزج أزج يعني أحلب أنق أقتل آر افتح أنقض أتش أتر أج إيج يعني ندم زنز ليغ تليد يفرض اللي يعني يفرض في بعض المناطق إطاس يزوم يلف يقيم قيم الدرعش أزل أرول أكر هذا كله رغم كلام غات يعني مش نفوس رغم تهم كلام شو يكون نفوس هذا كلام غات نقوله إيسان عفوا اللحم أدرر إباباون إباونة أول أيدي أمغار أيس ألتما بابا إماس تديت اللي هي أسد داي مش قلنا التأنيت قبل شوية أسد داي الموتد الوتد عفوا تغزيت تغزيت الغزو الحفر إلى آخره يغزو أغرم المدينة مثلا الباب دورت سطاف زطاف ملول أراغ أو الرغزة ميتك زجاغ أزقاغ الضمائر نتة نتات ضمائر منفصلة أفوس النك أفوس النم أفوس النس أفوس النسن أكيفك أسنيفك أسنتف أكف عفوا أم أنا نغ أون إلى آخره يعني حقيقة المشترك كبير جدا ضمائر ملكية غوري غورك غورم غورس غورنا غورسن غورسنت إلى آخره إذن بلاش نضيف حاجة أخرى اللي هي الرقام إين سين كراد كوس سموس صديس إلى آخره هنا زي ما قلنا ركزنا على نفوسها فقط وإلا فجميع التنوعات تشترك وتتقاطع مع غات في شكل من الأشكال خصوصا غدامس وأوجيلة في ليبيا في بعض الخصوصيات طبعا حكم حتى البيئة مش بعيدة جدا من بعضها ذكرت قبل قليل بعض الخصوصيات إليكم بعض الظواهر اللغوية اللي أول ما يتحدث الإنسان أو يذهب إلى غات يلاحظها مباشرة اللي هي مثلا تحول تاء إلى تشا مثلا الملح يقولوا تشيسنت بدل من تيسنت النار تشيمسي بدل من تيمسي ذاكرة تيتي تيتشي النعجة يقولوا تشيخسي بدل من تيخسي القافلة بدل من تيركف تشيركفت المرآة بدل من تيسي تشيسيت أجنسي أو الإنسي اللي هو القنفذ نقوله تشيجنسيت تيني تشيمي تشيرو تيرو تيرا الكتابة الشعير القمح عفوا الشعير ايه تشيمزين تيمزين وأحيانا يأخذوا هذيك السين ويقلبوها شين مش التاتشا تصبح السين شين مثلا إشو بدل من إسو يقولوا سيتش يقولوا شيتش
تجتمع بدل من تستمع، إغزدش بدل من إغزديس، أو الشعر بدل من أو السعر. إيستن المثقاب يقولوا تشيتنت المثقاب. طبعا والأكثر وضوحا في الاختلافات هذه نجدها في قلب حرف الزين إلى حرف الجيم، مثلا ماجغ مازغ، أدريج اللي هو أدريز اللي هو التخبيط بالقدم، أزلاغ اللي هو التيس أو ذكر الماعز يقولوا له أجولاغ بدل من أزلاغ، إبجاج إبجاج اللي هو البلل يقولوا إبجاج بدل من إبزاج. إذن هذه فقط نماذج لهذا التبدل، وإلا وظيفة التعليم هو يعني تبدو مختلفة هذه الأشياء في أول وهلة، ولكن الحقيقة بالتعليم وإرجاع هذه الألفاظ إلى أصلها والقيام بالتصحيح اللغوي، طبعا بناء على عدة عوامل منها المقارنة اللغوية، التصحيح الصوتي، المشترك اللفظي، ومن تم إدماجها في المنظومة التعليمية اللي هي طبعا رصيد مشترك لكل الأمازيغ وبين كل الأمازيغ. وبهذا تتبان في الحلقات الجاية حنبين أكثر وأكثر عن هذا المشترك اللغوي من خلال النحو ومن خلال بناء الجملة وربما حتى تسكلاء الأدب. أنا ميرتنون وإلى حلقة الجاية إن شاء الله. شكراً.